إذن مشاهدينا ومستمعينا الكرام، بالمحبة نتواصل، بالوفاء نستمر. هنا مشاهدينا ومستمعينا الأفاضل، من هنا من أرضية ميدان الوثبة، نحن هنا نتواصل والبث يصلكم أينما كنتم على الهواء مباشرة عبر قناة أبو ظبي الرياضية الناقلة لهذا الحدث الكبير. ونحن أيها الإخوة مشاهدينا ومستمعينا الكرام، نحن بدورنا نتواصل كتعليق وفي عربة النقل لكي نوضح لحضراتكم من تحتل المركز الأول ومن تقود المسار. من تحتل المركز الأول في هذا الشوط العاشر المخصص للحول لأصحاب السمو الشيوخ والسعادة، اللي تحتل المركز الأول الكايدة. الكايدة تكيد الجميع وتكيد كل حائل تشارك معها وتقود المسار، تعود ملكيتها لسمو الشيخ راشد بن حمدان المكتوم، عتيق بن سالم بالعرطي الحميري في العناية وفي التدريب. ننتقل وإياكم ونتعرف على المركز الثاني الفائزة. الفائزة تحتل المركز الثاني لسمو الشيخ زايد بن المرة المكتوم. سليم بن علي العويسي هو من يدير عملية تضبيرها. ننتقل وإياكم إلى المركز الثالث. المركز الثالث أفعال. أفعال مشاهدين الكرام تصل إلى ثالث المراكز، تعود ملكيتها لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم، أحمد بن علي بن سلطان. إذن عملية تضمير أفعال عند السيد الشيبة بن علي السبوسي في العناية وفي التدريب. ننتقل وإياكم ونتعرف على المركز الرابع ومن تحتل المركز الرابع. مشاهدين الكرام، يصلنا في هذه اللحظات شعار هجن الرئاسة مع نوف، هي من تحتل المركز الرابع. بينما حصل تغيير مشاهدين الكرام، التغيير يحصل في هذه اللحظات على المركز الرابع. المركز الرابع مشاهدينا الكرام ربشة لسمو الشيخ أحمد بن راشد المكتوم سيف بن أحمد بن خريدة، هو من يدير عملية تضميرها. المركز الخامس تصل فيه نوف لهجن الرئاسة سعيد بن شطيط الوهيبي في العناية وفي المتابعة. نعود وإياكم مشاهدينا ومتابعينا الكرام إلى مقدمة هذا الشوط ومجريات هذا الشوط. 5 كيلو مشاهدينا الكرام هي المسافة المتبقية، إذن قطعنا 2 كيلومتر أو 3 كيلومترات ويتبقى لنا 5 كيلومتر. على كل حال نعود إلى المسار وإلى مقدمة هذا الشوط. المقدمة مع الكايدة منذ البداية وهي من تحتل المركز الأول وتقود بشعارها هذه الشعارات إلى أفق المقدمة وإلى مقدمة هذا الشوط. الكايدة تعود ملكيتها لسمو الشيخ راشد بن حمدان المكتوم، عتيق بن سالم بالعرط الحميري في العناية وفي المتابعة. والتغيير يطرى ويجرى هنا في المقدمة. المركب في هذه اللحظات التغيير يحصل على المقدمة من قبل الفائزة لسمو الشيخ زايد بن المرة المكتوم سليم بن علي العويسي في العناية وفي التضمير. ننتقل وإياكم إلى المركز الثالث. المركز الثالث أفعال لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد المكتوم، الشيبة بن علي السبوسي في المتابعة وفي العناية. ننتقل وإياكم ونتعرف على المركز الرابع. من تحتل المركز الرابع مشاهدين الكرام؟ بنت شاهين تحتل المركز الرابع لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم، فيصل بن طالب بن شريم في تضميرها. أما المركز الخامس فتصلنا نوف
لهجن الرئاسة سعيد بن شطيط الوهيبي في عنايتها وفي تضميرها. نعود وإياكم إلى مقدمة هذا الشوط. الصدارة مشاهدين ومستمعين الكرام، الفائز مشاهدين الأفاضل، تحلم ويحلم هذا الشعار، وهو صاحب إنجازات أيضا هذا الشعار لسمو الشيخ زايد بن المرة المكتوم سليم بن علي. سليم بن علي العويسي في العناية وفي التضمير. 3 كيلومتر يا العويسي، 3 كيلومتر على النهاية وعلى الناموس وعلى السيارة. ننتقل وإياكم ونتعرف على الكايدة، هي من تحتل المركز الثاني لسمو الشيخ راشد بن حمدان المكتوم عتيق بن سالم بالعرطي الحميري، هو من يضمرها. ننتقل وإياكم إلى المركز الثالث. أفعال مشاهدين الكرام، يذكرنا هذا الاسم بأفعال التي تعود ملكيتها لهجن الرئاسة عندما شاهدناها في العام الماضي. وأفعال، وماذا تفعل أفعال؟ ها هي أفعال مشاهدين الكرام، تعود ملكيتها لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم الشيبة بن علي السبوسي في المتابعة وفي العناية. ننتقل وإياكم إلى المركز الرابع. المركز الرابع بنت شاهين، تعود ملكيتها لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم فيصل بن طالب بن شريم في العناية وفي المتابعة. ننتقل وإياكم إلى المركز الخامس. نوف تحتل المركز الخامس لهجن الرئاسة سعيد بن شطيط الوهيبي في المتابعة وفي التضمير. إذن ها هي الخمسة النجوم، لم يحصل عليها أي تغيير ولم يحصل عليها أي كذلك أسماء جديدة، ولكن نعود إلى الكوكبة الثلاثية وإلى المقدمة الكايدة. الكايدة تعيد الحقوق المنهوبة التي نهبتها منها مشاهدين الكرام الفائزة. يا سلام الله. إذن مشاهدين الكرام، الكايدة تعود ملكيتها لسمو الشيخ راشد بن حمدان آل مكتوم عتيق بن سالم بالعرطي في التضمير هنا في المركز الثاني. الفائزة تحتل المركز الثاني، تعود ملكيتها لسمو الشيخ زايد بن المرة المكتوم. سليم بن علي العويسي في المتابعة وفي التضمير. ننتقل وإياكم إلى أفعال. أفعال هي من تحتل المركز الثالث لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم. الشيبة بن علي السبوسي في متابعة أفعال اللي تحتل المركز الثالث. نعود ونتعرف وإياكم لإكمال ندانا الخامس. المركز الرابع، وصلت في هذه اللحظات أسياد. أسياد وصلت أسياد تحتل المركز الرابع، تعود ملكيتها لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني ناصر بن مسفر الشهواني. وعليك يا أبو مسفر مراجعة لجنة التشبيه والتثبيت. ننتقل ونتعرف على المركز الخامس، اسم جديد كذلك ينضم إلى الخمسة الكوكبات الأولى مشاهدين الأفاضل. خصام مشاهدينا الكرام تحتل المركز الخامس لسمو الشيخ احمد بن محمد المكتوم سالم بن سعيد بن منانه. بن منانه قادم لا محاله، بن منانه بن منانه. نعود الى الصداره يا بن منانه، نعود الى المقدمه يا بن منانه. يا سلام. الصداره مشاهدينا الكرام مع الفائزه. الفائزه مشاهدينا الكرام، الفائزه ستفوز بالناموس. الفائزة تقترب مشاهدين الأفاضل، تقترب الفائزة. تعود ملكيتها لسمو الشيخ زايد بن المرة المكتوم سليم بن علي العويسي في العملية وفي التضمير
الله يا العويسي قادمين المضمرين المضمرين قادمين. وهنا هنا تصلنا افعال في المركز الثاني لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم الشيبه بن علي السبوسي في التضمير. المركز الثالث تصلنا سياد لسعاده الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفه الثاني ناصر بن مسفر الشهواني. المركز الرابع الكايده تصلنا لسمو الشيخ راشد بن حمدان المكتوم عتيق بن سالم بالعرط الحميري بمنانا قادم بمنانا يصلنا في المركز الثالث مع خصام لسمو الشيخ احمد بن محمد المكتوم سالم بن سعيد بمنانا يسلم الله. افعال مشاهدين الكرام وهنا ايضا هنا الفائزه وافعال والفائزه في المقدمه الفائزه تحتل المركز الاول وافعال قادمه يسلم الله يا بوي على هذا الشوط يا سلام. جاوز يلي بتجاوز لاحظ يلي بتشاهد ها هو التجاوز لأفعال مشاهدين الكرام شبيهة اسمها ها هي أفعال مشاهدين الأفاضل لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد المكتوم. يا سلام يا الشيب السبوسي يا عيني عليك يا الشيب السبوسي يا بوي ما شاء الله تبارك الله. ها هي أفعال مشاهدين الكرام تفعل الأفعال هنا في أرضية ميدان الوثبة. تهانينا لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم كما نهني الشيبة بن علي السبوسي المركز الثاني وصلت فيه الفائزة لسمو الشيخ زايد بن المرة المكتوم المركز الثالث تصل فيه خصام لسمو الشيخ أحمد بن محمد المكتوم المركز الرابع تصلنا أسياد لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني المركز الخامس وصلت الكايدة لسمو الشيخ راشد بن حمدان المكتوم. إذن تابعنا وإياكم مشاهدينا ومستمعينا الكرام المقدمة كانت مع الكايدة وكانت مع أفعال وأفعال هي من فازت بهذا الشوط وهي من سجلت الأفعال هنا في أرضية ميدان الوثبة. ها هي أفعال مشاهدين الكرام واصلة وقاطعة المسافة 8 كيلومترات في 12 دقيقة 52 ثانية وفاء وتماما. التهنئة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم كما نهني الشيبة بن علي السبوسي على هذا الفوز. المركز الثاني وصلت فيه مشاهدين الأفاضل للكايدة أو الفائزة وتصلنا في المركز الثاني 12 دقيقة 53 ثانية ثلاث أجزاء من الثانية. التهنئة نزفها لمالك الفائزة سمو الشيخ زايد بن المرة المكتوم كما نزف الثانية لسليم بن علي العويس. المركز الثالث وصلت في خصام 12 دقيقة 56 ثانية تسع أجزاء من الثانية. الثانية نوصلها كذلك لسمو الشيخ أحمد بن محمد المكتوم سالم بن سعيد بن منانة نهني على هذا الفوز.